السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت رايحين فيها ما عاد فيني قطرة دم. نهني أنفسنا ونهني قيادتنا الرشيدة ونهني شعبنا العظيم وبلدنا الطاهر بمرور أعوام مديدة وأزمنة عديدة على عز ومعزة وأمن وأمان. اللهم اجعل هذا البلد رخاء سخاء وسائر بلدان المسلمين. يا رب تعز حكامنا ولا تعز عليهم اللي حكموا بالعدل والإنصاف اللي حكموا بشريعة الله عز وجل. رخاء سخاء وسائر بلدان المسلمين. يا رب تعز حكامنا ولا تعز عليهم اللي حكموا بالعدل والإنصاف اللي حكموا بشريعة الله عز وجل وكلام الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم والشريعة الإسلامية الصحيحة. الله يطول في عمر الملك سلمان أبونا وتاج رؤوسنا اللي قضى عمره الطويل في خدمة الإسلام والمسلمين. والله يطول في عمر أبونا الثاني الأمير محمد بن سلمان فخرنا وشموخنا وقدوتنا وقدوة كل شاب مسلم ما يرضى بغير القمة. الله يطول في عمرهم ويعزهم ولا يعز عليهم. دام عزك يا وطن. عاش طيب صهد ارواح طيب هلا 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 بالشيخ هلا بالشيخ النصر هلا ابوي ابوي صوتي رايح هلا 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 طيب بسم الله عليه. اخواني خواتي اسرتني المقاطع اللي اشوفها في التواصل الاجتماعي اللي عيالها قاعدين على التلفزيون يترقبون النتيجة ويتطلب وتدعي الله واللي مع أصحابه في الاستراحة وفرحته فرحة عارمة واللي حضر معنا المسيرة وشارك وتعب لين وصلنا الإبل في 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 أكبر مسيرة في تاريخ الإبل ومزاينات الإبل واللي احترق معنا لين ما نجيب الأول واللي دعا وطلب الله في الحرم والمقاطع اللي قاعدة تتروج سواء في الحرم ولا الناس اللي على سجاداتهم ويرسلون لي في الواتساب شكرا بحجم السماء. الله يعطيكم العافية. أنا أدري إن كل هالأشياء اللي تسوونها ما لكم فيها مصلح لكن حبا في هذا الرجل حقكم علي دعوة الكل من شاركنا وحفزنا وشجعنا واحترق من أجلنا لين جبنا الأول دعوة عند من رجال ما عمره طلب الله إلا وتحقق طلبه. يا ربي لك الحمد. وآخر ما طلبنا الله إن نجيب المركز الأول وصارت هذا فضل من الله عز وجل ما هو جيت منا. أنا الصوت رايح فيها ودي أقول كلام في الصدر واجب. شكرا جمهور أبو النصر شكرا جمهور شقح النصر شكرا لكل من حضر من القبيلة ومن خارج القبيلة شكرا للجميع شكرا لمن حضر من السعودية ومن الخليج ومن الوطن العربي الكبير شكرا بحجم السماء شكرا لأهل اليمن شكرا لأهل مصر أهل الكويت البحرين قطر الإمارات عمان موريتانيا شكرا أهل سوريا أهل العراق شكرا أهل الأردن يا رب اللي ما نسيت أحد شكرا لكم حجم السماء. الحمد لله إن الله جعل فينا صفة إن ما نقول إلا نفعل وما نعد إلا الصدق في التواصل الاجتماعي. الحمد لله هذه 8 سنوات أو 7 سنوات والله ما عمري طلعت في التواصل الاجتماعي وقلت كلمة طلعت كلام فاضي ولا مفبركة ولا كذب ولا لفت الانتباه ولفت الأنظار. يا رب لك الحمد. شكرا.